سعيد الشهراني اسم شهير في كوكبة مشاهير السوشيال ميديا، اشتهر بسرعة كبيرة في أقل من سنة، حققت له نسبة متابعين تصل إلى 800,000 متابع وأكثر. شنو سر محبة الناس لك؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. أول شيء سعدت وتشرفت بوجودي بينكم. ثانيا محبة الناس أنا ما أحب أحد يتكلم فيها. من بعض الناس قد يكون محبوب ونفس الوقت منبوذ، لما يتكلم محبة الناس يعطي نفسه حاجة فوق اللي هو مستحقها، فأنا أخليها للي شاهدنا هو اللي يحكم عليه. وتحملك مسؤولية الشهرة هذه، يعني محبة الناس، ثقتهم ومحبتهم فيك، وتكون أنت قدوة لهم. إيش كثر تتحمل مسؤولية يعني أمام هالمحبة وهالشهرة هذه؟ ما تخاف منها؟ تحس أنها مسؤولية عليك؟ شيء ثاني، أنا ضد كلمة شهرة. الشهرة صراحة لا يستحق الأنبياء. ضد كل شيء الحين. لبي؟ ضد كل شيء. أنا ما أحب الشخص اللي يتكلم عن نفسه نهائياً. البعض يطلع على التلفزيون مثلاً الشهرة والناس. وأن الناس تحبني والناس تعرفني. الناس بعض ما يعرفونه. يقول هذا مين؟ لكن أنت يعني تكلم عن الأشياء اللي تواجهها في حياتك الإيجابية بغض النظر عن السلبية. في الأشياء الإيجابية أول شيء معرفتكم ومعرفة الناس اللي يشاهدون يتشرف فيهم والناس اللي يدعموني واقفين وراي. فهذه أكبر شرف وأكبر شيء إني يعني أشكر الله سبحانه عليه. إنزين سعيد ولا سعيد؟ شوفوا هم يسموني سعيد. سعيد. 24 سنة أنا مليت. أبغى سعيد. أهل جدة يسمون. وأنت سعيد؟ الحمد لله. محبة الناس. دام أمي وأبوي بخير فأنا في أكبر نعمة الحمد لله. الله يحفظهم لك إن شاء الله. آمين يا رب يحفظكم إن شاء الله. شنو ردة فعلهم من محبة الناس لك؟ والله سلمك والله أول أيام أنا كنت موظف قبل وتركت الوظيفة. تعرفون المجتمعات ما تتقبل، يتقبلون أن الوظيفة من الله سبحانه وتعالى، لكن لما الشخص يترك وظيفته لا، هذا خطأ من الشخص نفسه، صعب شوي. فجاهم شوية هجوم من الناس، كيف الولد وكيف؟ كانت الوالدة الله يحفظها ما يسمع تحت ضغط لمدة سنة كاملة، ولدها عاطل عن العمل والمجتمع ما يرحم. لما دخلت هذا المجال رب رزقني الحمد لله، تشوف الناس عندي تقول شو يبون ذولا؟ شو السالفة؟ أروح مكان عام في السعودية في دول الخليج الحمد لله الناس معي. يعني كانت أول أيام مو مستوعب الشيء هذا. صارت هي لما أحد الصباح يمرهم عند البيت البزنان الصغار يدقوا الباب، ها تبغون سعيد؟ صحي من النوم، ها هذا شماغك وهذا الثوب، يلا تصور معهم. طالع أنا نايم الله يرحم والديكم، لكن عسى الله يحفظهم من اسمه. سعيد قلت قبل شوي ما تهمك الشهرة أو ما تحب أن يقولون عنك شخص مشهور نهائيا. طيب هالشهرة هذه يعني شئت أم أبيت، أنت الحين شخص يعني معروف، لكن وعندك 800,000 متابع. مليون 800. مليون 800 أوكي. هذول المتابعين إيش كثر أنت قاعد تحس أن هالشهرة هذه كانت سلبية ولا إيجابية معك؟ شنو أخذت منك وشنو أعطتك؟ والله أخذت مني الكثير وأعطتني الكثير. تأخذ أول شيء صحة الشخص. لازم الشخص اللي يدخل هذا المجال إذا ما هو بقد المسؤولية راح يتعب. لابد تجامل كثير. يعني مثلا مرات أروح مشوار، يعني أنا الآن يمكن صار لي راع علي فوق 40 رحلة طيارة عشان الموضوع هذا. أنه مستحيل أحد يناديني في مكان يسلم أو يصور وتعدى عيب عليه، فأضطرني أسلم عليه. أوصل للطيارة تفضل برا. تكفى ما في برا. فأمور كثيرة واجهها. أما اللي كسبت الحمد لله رب العالمين دعاهم لي ولأمي ولأبوي. غير الدعاء معرفة الناس، علاقات، معارف، والشيء اللي وصلته الآن الحمد لله رب العالمين. سعيد مليونير يقولون صح؟ وشو؟ مليونير أنت؟ مليونير؟ اي من عقب البرنامج واطلع في التلفزيون. لو اني مليونير كان ما كلمت احد. عن شنو قصة المليونير هذه؟ هذه كنت في احد البرامج في قناة بداية في السعودية عندنا. فلما انتهى البرنامج احد الاشخاص نهاية البرنامج قال لي سعيد مني هدية مليون. انت صدقت؟ انا صراحه لا رفضت. انا لان تعرف لما هذاك من نهايه البرنامج يكون برايم حزن الناس يعني يبكون على خروجي من القناه حتى اصحابي. لما يتصل الشخص يقول بعطيك هديه فلوس هي صراحه تحط الشخص في موقف ضعف. صحيح. يعني تعرف الشخص اللي عزيز النفس ما يقبل هذه الامور. فانا بغيت ارفضها على الهواء بس اللي معي يصايحون. فسكت انا. بعد الحلقه الشخص كلمني قال تعال ناخذها. قلت غلط عيب. قلت كيف انا اجي عندك واخذ هديتي؟ أنت تهدي الشخص وصلها له. أجيك ما أجيك. تبي نروح إحنا بدالك؟ أعطيكم عنوانه. تبي تروح؟ ما تواصلت معه وعسى الله يستر عليه ويحفظه من اسمه. سلامتكم. طيب سعيد الحين أنت من خلال التواصل وسائل التواصل الاجتماعي اللي قاعد تستخدمها مثل الإنستغرام والسناب شات قاعد تنتقد والناس حابة هالانتقاد وما قاعد تعارضك فيه، يعني شنو هالسر هذا اللي متقبلين نقدك؟ شوف النقد له حدود له أدب. بعض الناس لما ينتقد يظهر أمام الناس الملك المنزل من السماء وهو كله عيوب وكله أخطاء. صحيح. أنا أنتقد بعض الأشياء البسيطة
بحيث انتقادي هذا ما يسبب مشاكل، زي مثلا موضوع بعض البنات يعني لما شخص يتقدم البنت يعني تعطيه جمله تفصيليه عن حياتها، وانا وانا وانا, وأنا بعد الزواج ما تعرف تسوي بيض بيض ما تعرف، فدائما اتكلم ما جربت يعني يمكن صدق الموضوع. انا اتكلم عن النقاط هذه فالناس تتقبلها لاني ما سأت لاحد ما اخطات لاحد يتقبل، لكن من شخص مثلا ينتقد يدخل في اعراض الناس ويقذف حتى الشخص اللي يحبك ما راح يتقبل منك. يعني نقدك بناء مو نقد هدام بالمعنى، حتى يعني توصل مسجات معينه حول قضايا معينه تكون هادفه، مو قصدك تنتقد لمجرد النقد، هذا قصدك؟ لا لا لا، ابغى يعني الشيء يعني نعدلها مرات عن طريق الضحك، لكني اسيء لاحد لا والله اني احاول اني ابتعد عن هذا الامر. على طاري الضحك، ليش الحين في الاونه الاخيره نشوف اذا اي احد يبي ينشهر يصير دمه خفيف؟ يعني دائما الناس تتجه حق الشخص اللي دمه خفيف ينقل يومياته بشكل بسيط، يعني اكثر من الناس اللي يقدم معلومه، يعني في ناس عندهم مثلا تقدم اشياء هادفه بس الناس ما تتابعها. صحيح. تتابع اللي دمه خفيف. الناس يمرون بمشاكل بظروف في حياتهم فيبغون يستانسون يضحكون، اذا ما كان عندك انت في سناب او غيره ضحك يبغون البساطه، يعني مثلا الحين في سنابي الحين مثلا اروح افخم المطاعم اصور اليوم الثاني انا واصحابي جالسين على الرصيف بدون فرشه وبكرامه حاطين الاكل وناكل، فالناس يقولون كيف امس في المطعم الفلاني؟ عادي يا اخي عيش حياتك، عيش تجربه. البعض منا يحاول يظهر للناس اغلى ما يملك، ما يدرون هذا الشخص مطفر مديون حالته حاله، لكن هو يظهر للناس ان انا شخص اتيكيت وانا شخص، فانا اظهر لهم بساطتي حياتي، مرات اصور قميص النوم، مرات ملابس داخليه لكن في البيت مو برا، فعايش حياتي معهم، هم يبغون الشخص البسيط، ما يبغون الشخص المتكلف. موضوع اللي يقدم فائده، البعض حقين السناب او غيره لما يتكلم في السناب شات او حتى في التلفزيون يظهر لك انت المتابع انك انت شخص ناقص، لما يقول لك لما يقول لك معلومه تصدقون ولا ما تصدقون ان الحاجه يا ابوي ما ابيك ولا ابي معلومتك تزعجني، لكن لما تتكلم معه وحتى لو انت عارف المعلومه اظهر لهم بشكل ما تعرفها، يعني مثلا حتى انت مقدمين برامج لما يذكر لكم سعيد معلومه انت تعرفونها انتم كاعلاميين مذيعين توهمون الناس ما تعرفونها، اوه صحيح وانتم تعرفونها هذا ادب منكم، صح هو يتقبل منك، اما اسلوب التكلف الناس ملوا ما عاد يبونه. زين هالخبره من وين اكتسبتها؟ الله يسلمك. الله انا قبل يعني هذه كأنها دراسه تحليل شخصي، هذا انا كنت قبل عسكري 5 سنوات في الامن العام، تعرف تواجه جمهور تواجه ناس كبار مسؤولين ناس عامه، تكسب من هذا ومن هذا ونحاول نجمعها. قاعد يعني خلاصه خبرتك قاعد تستخدمها بالمواقع التواصل الاجتماعي؟ لا لازم لازم منها لازم. حتى لو توصل عندك مليون 2 مليون حاول ان انت اللي بديت في السوشيال تبقى نفس الشخص، لا يغيرك شيء. يقولون سعيد ان الشهره مثل الفقاعه يسمونها، اللي يوصل بسرعه ممكن ينزل بسرعه، اذا كانت الناس مثلا يعني غلطه الشاطر بلت مثل ما يقولون، ممكن تغلط غلطه مثل ما صعدتك فوق تنزك على طول. هذه الشغلات يعني خفت من شغله انت قلتها او سويت شغله ويا ردت فعل، خفت انك انت مثل ما ارتفعت بتنزل فجاه، صارت شيء معك موقف؟ شوف انا سويتها لا، لكن بعض الناس يحاول يختلق قصه، زي مثلا احد المرات كنت يسوي له سالفه، يسوي سالفه. مره كنت في مهرجان في حايل ومس عليهم بالخير، فناس تعنوا من القصيم، ناس من الرياض، من مدن اخرى 500 كيلو 600 كيلو عشان المهرجان الحفل هذا. قبل الحفل بكم ساعه الغوا المهرجان. انا تعبت نفسيا جد. طلع ورا الموضوع ناس كانوا حابين يدخلون شركاء في المهرجان هذا وما دخلوهم الشركه الراعيه. ايه فخربوا المهرجان كله. اي انا ما همني انا. فهذا كم قلت اللي تسبب في هذا الشيء الله لا يسامح ولا يحمنا. ناس اخذوا المقطع هذا في تويتر سعيد يدعي الحكومه. كارثه. بعض الناس زي مطفين النور داخلين في الهاشتاج حرب على سعيد. بعض الامور يعني بعض الناس يوجهون الناس من زاويه معينه، زاويه معينه، لكن لما توضح انا ما احب ابرر، لكن زي الامور الحساسه لابد احنا، انا اقول دائما الشخص اللي ما في خير لدولته وحكامه ما في خير لنفسه، في هذه الامور حط عندها حد الشخص بحيث انه ما يتمادى او يتعدى على حكامي او دولتي، حتى لو كان رئيس اي دوله خليجيه وعربيه سواء الكويت الله يحفظها، في الامارات بحكم استقراري هناك ما ارضى، دام الحكومة أو الدولة عازة شعبهم وكرمتهم أنت مالك دخل، حتى مالك حق تنتقد دولتك أو حكومتك، هم أفهم منك هم أحسن منك واللي الله سبحانه كاتب يصير. بس سيد لما تزيد شريحة الجمهور والمتابعين دائما يصير هذا القال والقيل وبعض الكلمات اللي ممكن تكون جارحة، فأنت عرفت منه أكثر شريحة تتابع سعيد؟ أكثر شريحة من ناحية إيش؟ متابعينك.
الشباب البنات منو؟ والله كلهم إن شاء الله. في عمر معين؟ لا والله الحمد لله، يعني عندي يتابع ذاك اليوم في أبها قابلتني عجوز عمرها 90 سنة والله بعربية، عسى الله يشفيها مرضى المسلمين، أنا أحبك يا ولدي وأنا أموت فيك، وتحت لها تعالي تعالي. فجيت أبغى أضمها، فكان الناس لا لا، قلت يا أبوي هذه في كبر جدتي عسى الله يحفظها. فالفئة يعني مختلفة الحمد لله رب العالمين. بس أنت بالطرح ما تخص شريحة معينة؟ لا لا لا، عايش حياتي لا صغير ولا كله مسوي عندي. في شغلات معينة مثلا لما يعني تقعد اليوم تقعد الصبح تقول أنا حاب أتكلم معاهم حول قضية معينة، تفكر بالموضوع اللي تبي تثيره معاهم تتواصل، أكيد ما يردون يعني في إعداد في شغلة تفكر فيها تخطط لها ليتان، يعني مثلا باكر بتناقش معهم كذي، تقرأ معلومات معينة، تفكر بهالشغلات هاي ولا تتركها عفوية معاهم ويسرد، لأنك أنت يعني محاسب على كل كلمة قاعد تقولها، الناس قاعد تتابعك، أعمار مختلفة، ثقافات مختلفة، ايش كثر تكون انت مسؤول عن الكلام اللي قاعد تقوله؟ صدقتي لما انت تتكلم عن موضوع وانت ما تعرف الموضوع من جميع نواحيه هذا اكبر غلط. اما حتى مهما وصلت في العلم والمعرفة تبقى انسان تنسى في امور كثيرة. لما بتكلم عن موضوع معين، يعني مثلا عندي في السناب كل 5 ايام قصة، اليوم مثلا صحابي رضي الله عنهم، بكره نبي صلى الله عليه وسلم، بعده عالم، بعده يعني قبل امس كنت اتكلم عن موضوع من اكثر الزعماء وحشية ودموية في العالم، كلهم جابوا هتلر، وهذا غلط. في يعني رؤساء ثانيين قدامى ماتوا، فذكرتها منها تثقف نفسك وتثقف متابعينك، لكن تجيب الأرقام، الأرقام مهمة، حتى بعدين تقراها بعد سنة سنتين توجد مرت عليك، فالشخص يحاول يعني يطور من نفسه شوي. باعتقادك شنو الفيديو اللي ساهم في نشر سعيد شهراني؟ أكيد في أشياء معينة ساهمت في يعني خلت الناس هذه تتابع سعيد. في مقطع خاصة في منتشر الإمارات، مرة صاح الصباح، أنا الزواج قاطع قلبي ما أخذ عقلي ورايحين الصباح. بس لازم تعزمنا عادي إذا زواج بإذن أنا إحنا رؤية السعودية إن شاء الله 2030 زواجي بعده بسنة، يعني الله 2031 بإذن الله فرعنا. هذا كل يوم طالع من الفندق وماخذ الشماغ في يدي لابس الطاقية القحفية ذي وصاحي من النوم طفشان، أطلع اللي عند الفندق سيارة عرسان مزخرفة، هذا كم دعيت عليهم صراحة أنا. الله لا يوفقكم ان شاء الله، استغفر الله العظيم. صورت فيديو قلت يا عرب الناس اعرسوا تزوجوا بسرعه، كل ما قابلت ناس بعدين العرب اعرسوا، انا نسيت منه نسيت الكلمه اللي قلتها، نسيت الكلمه. بعد لما يوروني المقطع العرب اعرسوا العرب اعرسوا، كل ما قابلتني مره عجوز انت الحين مشيش عيالنا الزواج الزواج، ليه ما تعرس انت؟ قلت والله يا خال انا احب لي وحده وهي زعلانة مني، قالت ما عليكم منها، ما بغات كل شيء غيرها. بس أكيد بعض الفيديوهات تحس إن لها تأثير كبير على مثلاً على دول الخليج، على يعني في مثلاً مثل ما قلت فيها بالإمارات انتشر، في بعض الفيديوهات انتشرت بالكويت، في بعض الفيديوهات انتشرت بالسعودية، فهذه بالنسبة لك تشكل إن تعرف أذواق الشعب الخليجي يعني. صحيح، شوف الشعب الكويتي والسعودي قريبين البعض بشكل ما تتصورونه. الإماراتي ما شاء الله يعني صار له فترة متداخل مع الشعبين، كلنا ما بينا فرق، لكن أقصد الشعب الكويتي والسعودي هم يعني أنا قبل كنت أحسب الكويت 5 مليون سكان، تفاجأت بعدين 1,200,000 أتوقع، يعني ما شاء الله ما شاء الله بكل مكان موجودين، في كل مكان، تويتر، إنستغرام، سوالف، شعب حركي، حتى طلع هاشتاج بتويتر قبل أيام ليش تحب الكويتي؟ قلت لأنهم شعب حركي، قال الكويتي من اللي قال لك؟ إحنا كسالى، احنا لا كويتيين يمزحون معي، قلت لا والله انا عشت معاهم وشفتهم، شعب في كل مكان، بغيت سياسه، بغيت كوره، بغيت مصارعه، كل شيء يفهم فيه، كل شيء يعني ما يتفلسفون، لا والله يفهمون بارقام، قلت ارحم امكم جاي الكويت اتمشى، شغل مواضيع ما ابغى خلوها بعدين ان شاء الله. وين رحت؟ انا الان في ضيافه عيال شتي والعنزي، حب امس عليهم من هذا المكان، والله يا كثير يطلبوني من هالكويت متابعين ومحبين بس رافضين، ما تروح. أنا قبل أسمع بالديوانية في مسلسلات زمان، وأتمنى إني كويتي عشان الديوانية هذا. شو الديوانية؟ أبغى أعرف شو الديوانية. إحنا الحريم ما نحب الديوانية ترى. أنا ما كنت أعرف إحنا ما نعرف شو الديوانية هذه، ما نعرفها. أنا أحسب إنه يعني أحسب إنه غابة، أحسب إنه مكان. جيت قبل سنة قال الديوانية. انصدمت من الديوانية، مجلس، أنتوا عندكم مجلس. قلت يا أخي. لكن بس المسمى مختلف، لكن الفكرة هي واحدة. فكرة بس الاسم عندكم جميل، إحنا عندنا الدواوين حسب المعنى، أنت أسبوعياً فيها جلسة. بشكل يومي بعد. لا احنا ماكله مجالس على حسب الشخص، كريم بخيل، حسب مليونير فقير، حسب الوضع هذا. لا والله الفقير غير رسمي بعد، يعني حتى الفقير حصه يكون بعد هو
كأكرم من الغني يعني، مو بالضرورة يكون الكرم ما له علاقة بالفقر أو بالغنى. صحيح. الكريم كريم. وهذه تحصل موجودة عند أهل حايل، ولا بقصورهم في أحد. أهل حايل صراحة تعبوا الناس، والله أتعبوا اللي بعدهم. تيجي وأنت مضيع الطريق. أهل حايل معروفين بالكرم. فين المكان فلان؟ البيت فلان تعال أوريك. إي والله. وقف هذا بيت فلان. أناظر مو بيت خوي، إلا القهوة، العشاء، خلاص انتهى. فهم ما شاء الله يعني حتى بعضهم أعرفهم شخصيا والله ما يملك عشاء ليلة، لكن مجرد ما يسمع بالضيف نفسه يركض يروح يسحبه ويتسلم ويعشيه. من طيبهم والله بالسعودية أهل كرم والله كلكم والله. يمكن من الأشياء اللي دائما الواحد يتطرق لها أنه لما تصير الواحد مشهور ساعات بالسناب شات أو بالإنستغرام ما يحس بهالإحساس لما يطلع حق الناس ويشوف الناس تعلق وتعرفه، فردة الفعل تكون غريبة بالنسبة له. صحيح. أنه ممكن يستحي ساعات جدا، فأكيد يصير معاك هالموضوع. أنا موضوع في السناب أنا أضحك عايش حياتي في الأماكن العامة نهائيا تشوفون شخص ثاني، فأنت داش ببيتهم يعني فكنهم كنك ولدهم. في مكان عام يجي واحد مثلا بالجوال حقه سنابه، هلا سعيد كيف الحال، هلا والله إيش فيك سعيد، في بعضهم يزعل مني انك انت متكبر. فاقول يا ناس لكل مقام مقال. صحيح. لما تكون في مكان عام وعند ناس كبار السن صغار، ناس مرضى، ناس ما يعرفونك. صحيح. في عيب كثره البهرجه والضحك، لكن في اماكن خاصه والله لا اجننك واجيب لك المرض باقي ما عندي مشكله. الحين سعد لا ترى ما راح اروح بعيد عن موضوع السوشيال ميديا وكل شيء، الحين عندك برنامج وياكم مع سعيد. شو قصه هالبرنامج هذا؟ هذا البرنامج على قناة الظفرة الإماراتية ومالك الشيخ عمر بن زايد عسى الله يحفظه من يسمع ومستعير من هذا المكان. أنا قدموا لي عرض قبل سنة وجلسنا في تشاور ومشاورات، طال الفكرة من عندي أنا. فكرتك؟ إيه، وعرضت أحد القنوات واتفقنا مبدئيا، لكن حصل اختلاف في نوعية مختلفة، يعني اختلفنا في فقرة بسيطة، والفقرة هذه بتأثر علي العمر كله أتوقع. تركت ونحت الظفرة صراحة جدا فيها سعيد الحمد لله مرتاح. طريقة البرنامج هذا سلمك نجيب ضيف. قابلت هدى حسين؟ مين؟ قابلت هدى حسين؟ هدى حسين الله يسامحها، هدى حسين هدى حسين قبل حلقتها حرف القاف عندي علق، القاف علق. ايه؟ قا قا قا، فقلت لك فين يا هدى؟ انا طالبك الشيء اللي فيه قاف لا تمشيه بسرعه. قالت لي قلت علق عندي، قالت ولا يهمك. اراجع اول سؤال، ما هو الشيء الذي يستوقفك في حياتك؟ يستوقفك الحين شلون بتقولها؟ انا اقدم حياكم الله اعزاء، تذكرت القاف بغيت اموت. قلت لها حياك الله، ما هو الشيء الذي يستوقف؟ قالت لي قا 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 على الهواء. قلت لا تتشمتين على الهواء كله، الله بيبلاك سبحانه. قالت لا ان شاء الله. دقيقتين وكلجت هي لخبطت بالقاف نفسها ولا لا بكلمه ثانيه؟ الله نصرني عليها. ضحكت انا، بعدها بشوي القاف عندي علق. صار كلها كان عندي هدى حسين عسى الله يحفظه. حلقة البدليات هذه خليه على ربك. منى شداد، داود حسين، مشاري البلام، ولا بقصور في احد، لكن حلقة فيها كويتي حلقة ثانية. منى شداد كانت عندي، منى ما شاء الله حركية. صحيح. وتغني لي بصوت ام حنين، ام حنين نحبها انا. ف طلعنا فاصل بريك ورجعنا اكلمها مسوية كذا، هي فيها حاجة أناظر، أنا أشوف أحد أشر له، أحد قال له شيء. المخرج سعيد إيش فيها؟ أنا قلت في خاطري إن كان طاحت أغمى عليها نختم الحلقة، ما أغمى عليها نكمل. خلص البرنامج إيش فيها منى؟ قلت أنا ممثلة. قلت طيب إيش تبغين؟ قلت لازم حركات. قلت الله لا يسامحك، ما هو بالحسابي. كانت قاعدة تسوي لك دراما. بغينا نجيب الإسعاف برا، أحسن الله بتموت ولا. فجاء عندي داود حسين ومشاري البلام، استضافة النجوم هذولا، نطرح موضوع اجتماعي. تعرف الناس ملوا من كثرة الضحك والأمور هذه، موضوع اجتماعي نناقش فيها سلبياته إيجابياته. حاطين هاشتاج في تويتر مثلا منى الشداد وياكم مع سعيد، أنتم كجمهور غردوا في الموضوع هذا بدون أسئلة، يعني شاركوا الموضوع. تلقين هاشتاج وصل ترند. ترند، أنت ما شاء الله الحين وصل ترند وجودك ويانا في ليالي الكويت. أتشرف وجودكم أنتم. يوصل ترند الثالث الرابع مثلا، أعرض تغريدات على الشاشة للضيف أو الضيف، نعلق عليه، نأخذ الإجابات وننتهي من البرنامج، والحمد لله رب العالمين. سعيد، إحنا نتمنى لك كل التوفيق، وسعيد متواجدك في ليالي الكويت،
ونبي لازم تطلع، الجو حلو الحين عندنا بالكويت، لا يقعدونك في البيت ويدونك الدواوين. لا مخيم، جاهزين مخيم الشباب الحين. يودونك البر؟ روح المباركيه، روح الافنيوز، وايد عندنا اماكن حلوه. لا عندي بكره ان شاء الله مع الشيخ دعيج، اسال الله يحفظه من اسمه، كلمني يقول عندهم مبادره متطوعين. يقول بيمر ان شاء الله الساعه 4، بنروح المتطوعين الساعه 5، الساعه 8 ان شاء الله اقلع القطر هو. كليت مكبوس؟ ابي؟ كليت مكبوس؟ مشبوس وزبيدي. انا تو بالعافيه كتب لي واحد كلمه بس ما ادري هي زين ولا لا، كويتي ايش حقه يا الهيس الاربد ما تعطينا خبر. هذا من زود الميانه ترى. ايش تعني هي؟ هي تعني انه يعني من زود الميانه اسد نايم. انا اسمع حدا مسلسلات كويتيه مع مانع اللي خالد الفيصل عسى الله يرحمه وسعد الرضا، لكن الكويت نحبكم ونعزكم ونغريكم. والله احنا نبادلك نفس المشاعر وحق السعوديه كلنا وجهتها هي، وانت اليوم نورنا وابتسامتك مثلت لنا الشعب السعودي بطيبته وبكرمه واخلاقه. انا ولا شيء بالنسبه لهم، لا في الاخلاق لا في الكرم لا في الابتسامه، هم برضو افضل مني وانا اتعلم منهم الشعب السعودي او الخليجي كله. على العموم انت نورتنا هني بالكويت، حياك الله بديرتك الثانيه، ومثل ما قالت حصه يعني استمتع بكل اجواء الكويت، يعني تروح مو بس بالمخيم، تروح كل مكان، الكويت فيها شغلات حلوه. جميل، نورتنا بلالي الكويت واستمتعنا بالحديث معك، وكل التوفيق في برنامجك والبرامج الجايه اللي راح تقدمها في قناتك او في القنوات الثانيه. نورتنا بلالي الكويت. مشاهدينا معانا الحين بعد قليل فقره تقرير زميلنا خالد البناو عن مطعم بيكنيك كويت، وبعدها راح تكون معانا سهرتنا مع الفنانه الجميله الرائعة مين معانا؟ أمل عنبري. أمل عنبري، لا تروحون بعيد بعد.